أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم، الولي الكريم، الذي لا يدرك لأسمائه نهاية ولا يبلغ لها غاية، ومع هذا ترجع من حيث أن لها محددا إلى الأمهات الأربعة الأرباب العناية المنصوص عليها في الكتاب الحكيم بقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من ألبس دثار النبوة وشعار الولاية، وعلى آله وأصحابه أربعة الأرباب الفتوة والهداية، وعلى خلفاء الراشدين القائمين مقامه إلى يوم الدين. رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعلام، صلى الله على محمد، يا ربي صلي وسلم. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية، ألا للإله الحمد في كل لحظة، على ما حبنا نعمة بعد نعمتي، له أسماء ليس إدراك كنهها، ولو لنبي نعم إنها عند اعتبار انتسابها، لها أمهات أربع ذات رفعة، هي الأول والباطن الآخر الذي هو الله في الكون من دون خفياتي، كما الأولان ما شاء للولاية، كذا الآخران مع دين للنبوة، وأعلم بهاتين اللتين عليهما مدار مهمات الوجود بحكمة، ففي بعض أعيان قد انضمت كما ليتين افتراق في مظاهر سلتي، صلاة دواما مع سلام مؤبدي، على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد الماحي وآل وصحبه وأرثهم والنائبهم بخلتي، وعفو عن المدى حي غوث الورى الذي تسمى بمحيدي نقطب المقلدي، وسماعيه والحاضرين وأهلهم ومدعيهم
كل لحظة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلام صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذ ما أراد إله العرش ذي العظم تنفيس كرب أساميه أولي الحكم أفاض قبل ظهور الكون من نفس رحمان نورا حول يدين ذا قدمي يد النبوة للأعطاء ما أخذ يد الولاية من مولاه من قسمي فمن ولايته قال الإله له لولاك لم تجد الأكوان من عدمي وللنبوة قال النور كنت نبي وآدم بينما وتين في القدم لولا الولاية في الأكوان من تظمت فيها تدابيرها قطعا بلا توهم لولا النبوة في دنيا لما ظهر فيها سبيل الهدى من سائر اللقم صلى على خير من ضم الولاية فيه والنبوة طه أحيد قسم وآله معنى أو صورة وكذا دينا وطينا مع الأصحاب كلهم عفا عن الماضي بعد بلا طرف كنز الحقائق عبد القادر الكرم وسامعيه ومن للسمع قد حضروا ومدعميهم على اسم الغوث ذي الأعظم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى الهاشمي الكريم تعالى الإله العلي العظيم له اسمان وهما العزيز الرحيم تنازه من حيث هو العزيز عن الإجتلاء لخلق اللئيم ترحم من حيث كان الرحيم بتنزيله للقرآن الحكيم فقدر منه له نوبا لبعض خصوص لبعض عموم وبعض أتى قبل إرساله وبعض بدا بعده مستقيم أجل الأولى بعده شبل شاه أبي صالح الترجمان الكريم وذاك الولي الذي قد فشى كرامته كل قطر عميم وأزكى صلاة على أحمد
نبي الورى مع سلام يدو وآل له ثم أصحابه الأولى إنهم للهدى كالنجو عفى الله عن مدح محي الدين وعن سامعيه بقلب سليم وعن حاضريها هنا والذي يداريهم باسم غوث عظيم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم أزكى صلاة مع سلام على رسولنا الهمام والآل أصحاب الحسام والصحب أرباب البداد محمد من البر الجواد آله كل البلاد إذا أشرقت شمس الرشاد من شرق جلال الحشا في بطن ياء ثم دال من مرضى شاه الرجال إلى أبي شيخ الجلال صالح بعام تسدنا وهو سراج المجتبى قالب سه أهل السبا له متجا مكتبا أملاك حفظ للعباد إذ هم غرة الصيام قالت لهم ذات الفطام لم يلقى من اليوم الغلام ثديا له أهل المراد كم من خوارق قد بدت منه كما عنه روت روا فروا واندمى في كل أطراف المهاد من تلك مبذل الهدى لمن رأى منه ردا ودأبه فيض الندى لأهل دنيا والمعا كم من غبي أرشدا ومن شقي أسعدا ومن عجيب أوجدا كفى به يوم تنا قال اخرج الليل ابن حمام من ضلع بغداد المقام لما شك الدين القوام معزل بحاله صدا فكلما رام الدخول خرف من له حمول يا طالب اسمع ما يقول فيه ثقات باسمنا صلى على طه الحمام والآل والصحب الكرام والوارثه بالعظام وكل أصحاب الوداد تمت عفا عن ذاكرين مدح الولي الحاضرين والسامعين المطعمين على اسمه الباري الجواد رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صعديك يا ذا الغرام إلى غياث الأنام محيي لدين القوام القطب صفو الكرام وهو الذي قال جندي ما معك يا أهل زهدي قد قال يا جند عندي دينار من خطامي حتى أتوه جميعا لأن يتوبوا رجوعا مما جنوه شنيعا
للصدق في ذا المقام رأى بفج سقيما منه ابتغى أن يقيما لما غدا مستقيما ناداه أن يا قوامي إني لدين رشادي أحييتني كي ينادي لكم به كل نادي يا محيي الدين حامي وقال للذ أتاه يشكو بحمى فتاه في أذنه قل متاه تأتيه بالاهتمام قد قال عبد القدير يا أم ملدى مسيري لحلة لا تضيري تان الحصول المرامي وعاش حضر سلاما بضع وتسعين عاما مهما حباه الغلاما حفاظ خير الكلام لسن سبع كميل سبع شهور قليل هذا كفيض الجليل مصباح ذات الظلام أزكى صلاة وسلام على الرسول الإمام والآل حزب الهمام وصحب أهل الحسام عفوا عن الذاكرين للمدح والحاضرين وسم المطعمين على اسمه بالغرام رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم عمد فضائله جميع الأمم جلت فضائله عن إحصى القلم شاعت مناقبه بعرب عجمي ذاعت مواهبه بحل حرمي إذ قال يوما مخبرا بالنعم عن وارد من ربه ذي الكرم على رقاب الأولياء قدمي فسلموا لي ذاك كل السلام ألقاه حماد بيوم حسير إذ ما مشى لجمعة في نهري فقال شلت كفه في قبري فقام يدعو الله مولى النعم مع ما يؤمن خمسة من قبرا في الألف حتى صححت فابتدرا أصحابه إذ أخبروا ذا الخبرا فطالبوا تحقيقه بالحشم فأشهد المولى بذاكم يوسفا وعبد الرحمن به قد كشفا فاستغفروا مما جنوه أسفا وذاك فضل المصطفى ذي العالم كم أبرأ الأعمى وأهل العرج وأبرسا وأجد من ذا حرج
وأكمها ومقعدا ذا فلجي كنجل فضل بالدعاء والهمام. وقال إذ ما شوشت للفقراء هديئة تاسيهنا النكرى ياريه أخذ رأسها فانكسرا من بعد أحياها ببدء كليم رمى بقبقبيه من قد نهبا حتى ينال المال من قد سلبا منهم فأدوا ما عليه وجبا بالنذر معهما بأيدي الخدم وهو إمام المتقين الحسن قطب الملا غوث الورى عن محني تاج المشايخ في الخفا والعلن باز الأقاطيب الحميد الشيام أزكى صلاة مع سلام أبدي على محمد الحبيب السمد والآل والأصحاب أهل الرشد وتابعيهم في سواء اللقم عفوا عن الحزب الأولى قد ذكروا مدح الولي الغوث مع من حلروا والسامعيه ومن لهم قد أمروا بذكرهم هي من كبار الأمم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. سعادة الدارين بسلام لمن أحب الغوث بالغرام كبد النبي الحل في دهاما ولد العلي صاحب شهاما فوز وإقبال لمن هداه وما رأى من اقتدى هداه ولو ليوم سرمد مداه لجعله للناس ذا إماما وهو الذي في ربه محي في نيل فيض قربه علي من شرب كأس حبه هني غوث البرايا شامغ المقام كم من رجال بشر النبي أن الزم الذي هو النقي الشيخ عبد القادر رضي في العالمين دافع الملام ما زال يأتي عنده الدهور كذلك الأعوام والشهور بما جرى في ضمنها الأمور ساقي الحمى الظاهر العلام قد قال سافر لامرئ أبيل لمنعه الحماد عن رحيل لما رأى من قتله الوبيل فإن
الْبَنِي لَكُمْ لَذُو زَعَامٍ فَصَارَ ذَاكَ الْقَتْلُ فِي الْمَنَامِ وَالنَّهْرُ نِسِيَ مَالِهِ الْقِوَامِ بِمَا دَعَا اللَّهَ عَلَى اهْتِمَامِ مقدار عين الكاشف الندام لذيك كل الأولياء سكوت وليس يسكت ذيكه القنوت ليوم بعث الله من يموت فهو الشريف القيم الكرام أدى لعبد الله ذي النبالة بنتا له إذ بلغ الرسالة من قطبه ماضي أولي الغلالة قدموس جن الكرخ ذو اللخام أزكى صلاة قارنت سلاما على النبي المصطفى دوام وآله وصحبه تماما وتابعيهم في هدى استقام عفواً عن الذكار والسموع لمدحه الحلال والصنوع مطعوماً الذي ليس بالمنوع على اسم شيخ الكل ذي سلام رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا مريد طالب النعم يا رشيد الرغيب الكرم الطريق القادر يتخذ واسلك انهار سيخ القدم إن فيها الاتقاء مع الابتغال وسيلة الحكم وجهادا للرجاء فلاحا حقيقي بلا تغم ذكرها أفضل الذكر فكرها من أنفاس النسم ما لها من ابتداء فهو الانتهاء لغير فاغتنم حملها برب متصل رجلها من نفاذ الكلم شيخها الذي قال إن عليها رقاب الأولياء قدمي ليتنا نسعى لروضته نعترف خطا من القسم صل يا ربي على قسم آله وصحابه النجوم وارحمنا الشيخ سيدنا محي الدين عالي الهمم وفوا عن مادحين له واصفحا عن سماع النغم واغفرا للحاضرين هنا والمضيف بأطيب النعم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم رحمة الرحمن فينا نود الذاكرين يا شهود الحاضرين
أكثر ذكرا مبينا لدليل الطالبين أن تقولوا يا ملاد واسع الفضل المعاد منكم لنا النقاد كلنا عونا معينا أنت حق المحيا دين أنت قطب باليقين كنت غوثا كل حين فادفع عنا عنا حين أنت غوث الثقلين أنت زين الحرمين ومنير الملوين اجعلنا مقبلين أنت أثقل الأتقياء أنت أسفل الأسفياء سرت تاج الأولياء آتينا فتحا مبينا أنت مبدي النواذر مظهر ما في الضمائر مخبر ما في السرائر رحمة دنيا ودينا يا حفيظ الحسنين يا كريم الطرفين يا نجيب الأبوين كلنا حرزا كنينا كلنا كهفا منيعا عن باليات شفيعا في خطيات واسعة من عطيات دفينا أنزل الله سلاما مع سلاته دواما للذي وما لجميع المرسلين أحمد والآل أسرى والأولى احتشوه نصرا مع من اقتفوه إثرا والفريق النائبين وعفى عن سامعين مدحكا بصانعين طعمهم والحاضرين ها هنا والذاكرين رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى رضي الله على محمد يا ربي صلي وسلم طوبى لطلاب الجناب الأكرم أعني جناب القطب غوث الأعلام السيد الحسني باز النشابي مدفوع لطه حيدر لتكلمي وهو الذي من كان نادى باسمه في شدة ينجو بغير تنجم ومن توسل في لبانته به قضيت ولو كانت ببحر القزم بل إنه لم قد يفعل فعله إلا بإذن إلهه المتكلم عهدا له ألا يموت مريده إلا على ما تاب من مستأثم كم من رجال الغيب صفوا خلفه مستكملين لفضله المستقسم ولكم خوارق قبل بعد ظهوره ظهرت وبعد مماته المستحسم صلى الإله على النبي المصطفى والآل والأصحاب كل المسلمين وعفى عن المداه عبد القادر سلطان كل الأولياء المعلم والسامعين له ومن هو حاضر مع مدعميهم للغياث الأكرم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم
الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نتوصل إليك بأنبيائك العظام وأوليائك الكرام يحيى بن أكثم وإبراهيم بن أذهم والربيع بن خيثم وفضيل بن عياض وحبيب النجار ومنصور بن عمار ومالك بن دينار وغازي بكار وثابت بن البناني وطاووس اليمني وعبد الرحمن المدني وأويس القرني وباعلي الراسوق وبائسحاق الفاروق وشيبان الراعي ودهمان الكلاعي وسفيان الثوري وذنون المصري وسعدون المجنون والبهلول المفطون والمحب الشعنون وشقيق البلخي ومعروف القرخي ويحيى بن ميعاد وباء عمر الخلاد وسهيل العراد وسري سقتي وباء عبد الله النفطي وشيخ النظامي وباء يزيد البسطامي وباء تراب النخشبي والمنصور الخلاج ومرزوق الكفاف والشيخ أحمد زيلعي وأبي هاشم القربي والشيخ محي الدين بن عربي وسيدنا ومولانا محي الدين عبد القادر جيلاني والرفي والرابعة العدوية والميمونة البدوية وشعوانة البصرية ونفيسة المصرية ورائحة الكردية وريحانة الحبشية وسعدون المجنونة وتحفة المحكومة وغيرهم من عباد الله الذين اصطفى أن يرزقنا اتباع نبيك المصطفى وصلى الله عليه وعلى آله أهل الصدق والوفا ما سعى ساع بين المروة والصفا والحمد لله رب العالمين رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا صفوات الأحرار يا إسوات الأبرار يا قدوات الأخيار اكشف لنا الأسرار أنتم غياث الناس أنتم غاد الخناس بالحفظ للأنفاس فارفع لنا الأستار إنا لك الغلمان راجوك للإحسان رزقا لنا الرضوان رفقا بنا مختار إنا أولو الهفوات من حبنا الشهوات وقفينا الخطوات للحارث الغرار ونحن كالأشباح وذكرك الأرواح لولاه لا إفلاح للجن والأبشار بل نحن كالأشجار أنتم لك الأمطار لا يوجد الأثمى إلا من الأمطار وما سنى الحاجات جئناك بالمسجد فأوفي كيل نجا لنا أولي العسى بشرى لمن قد زار روض الولي البار بالحفظ عن أخطار بل عن عذاب النار هذا ذميم الحال محمود ذو الأثقال يرجوني ذاك البال خذه عن الأخطار وما لي ذا العار شيء من الأذخان إلا الوداد القار منهم لكم سمسا يحفظه من عاها واحرسه عن عافات تقصي له الحاجات تمحو له الأوزان أدخله في الأحزاب واعدده في الأصحاب
واقبله من أحبار يا علي المقدار صلى على المختار والآل والعطار وصحبه والأنصار مولاه موسطا وقدس الأسرار لكم والأخيار من باء قبلك سار من جاء بعدك طار عفا عن الذكار وسماع الحضار في حلقات الأذكار والمطعم المدرار وجملة الأولاد بالنسل والإرشاد وزمرة الأوطان وسائر الأبرار رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا فاغتفت منه البدور مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت يسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك الصافي المبارك بعدنا يوم النشور أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفروا عني ذنوبي واعفوا لي عن سيئاتي عالموا سر وخفى مستجيب الدعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة، وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة، وبارك وسلم وارضى عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا يصلح للعرض عليك، وإيقانا نقف به في يوم القيامة بين يديك، وعصمة تنقذنا بها من ورطات الذنوب، ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب، وعلما نفقه به أوامرك والنواهيك، وفهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك، واملأ قلوبنا بنور معرفتك، وكحل عيون عقولنا باسم هدايتك، واحرس أقدام أفكارنا من المرور بمواطئ السيئات، وامنع طيور أنفاسنا من الوقوع في شبكات الموبقات الشبهات، وعنا في إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والصوم على ترك الشهوات، وامح سطور سيئاتنا عن جرائم أعمالنا بأيدي الحسنات. اللهم كلنا حيث ينقطع رجاء منا، إذا أعرض أهل الوجود بوجوههم عنا، حين نحصل في الظلم اللحود، رهائنا فعالنا إلى يوم الشهود. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي تم مولد محيي الدين بمنك عم كل حين. إلهي احفظ عن البلوى وشين، ووفقنا إلى الذكر الرزين. إلهي قو عزما باليقين، وأصلح كل إفساد قرين. إلهي من بالخلق الحسين، وجنبنا الشرور من اللعين. إلهي رزقنا وسع وديننا أزل، وقنا من الهول المهين. إلهي ارحم وأصلح ذات بين، وادخلنا جنان ذات زين. إلهي اقل حوائج يا معين، سألناها إليك بمحيي الدين. إلهي قهرا أعداء ديني ودنيانا سريعا بمحيي الدين. إلهي صلي وسلم كل حين على المختار هادينا الأمين. إلهي ثم آل أهل دين مع الصحب الكرام ومحيي الدين. يا رحمن يا منان ارحم المؤمنين، رضي الله ربنا عن تاج المتقين، غوثنا الأعظم عبد القادر محيي الدين، بركة ونعمة أعطينا أجمعين. يا رحمن يا منان ارحم المؤمنين، رضي الله ربنا عن تاج المتقين، غوثنا الأعظم عبد القادر محيي الدين، بركة ونعمة أعطينا أجمعين. يا رحمن يا منان ارحم المؤمنين، رضي الله ربنا عن تاج المتقين، غوثنا الأعظم عبد القادر محيي الدين، بركة ونعمة أعطينا أجمعين. يا الله يا معين ارحم المادحين، غوثنا محيي الدين،
الدين سيدي صالحين وارضى عن تستقير وهو في ران البير شاجهان على القير يا بصير يا خبير يا الله يا معين ارحم المادحين غوثنا محي الدين سيدي صالحين وارضى عن تستقير وهو في ران البير شاجهان على القير يا بصير يا خبير يا الله يا الله ارحم المادحين أغثنا المحيي الدين سيدي الصالحين وارضى عن تستقير وهو في ران البير شاجهان عالم غير يا بصير يا خبير يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصل عليهم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى صلى الله على محمد يا ربي صلِّ وسلم.